لا وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. تحية طيبة وكل اللي بيتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر. دلوقتي موجودين في سوق منوب بتاريخ 10/12/2022. نعرفكم على الأسعار. نكهات الشعاري بالصلاة على النبي. ما تخلوش علينا باللايك والاشتراك في قناة أصل الريف المصري 1 و2 و3. فرز أول يا حبيبي يا متعلمين اللي معاك دبلونات مشجفين في قطب الخاطر. تقولوا كلام يمشي القلب. عقول دي يا معلم. شعاري إن شاء الله. شعاري يا باشا. أنا عارف طلعني اللي قلت فيه. ايه مش انت رسمك ساتلايت في التلفزيون وبلي ده صل على النبي. انت راجل افندي وانا راجل غلبان على جد حال. كلنا غلابه يعني. عاملين كام يا حاج الدكرين دوم؟ الاثنين حلوين الاثنين هايلين. انت راجل بتغني بقى زلمون. اما شغل عالي بقى محلين جديين بسبب 8 جديين بكام يا عم الحاج؟ بكام؟ 16 ونص. و16,500. العمر هنا قد ايه؟ العمر شهر ونص يعني. الواحد عامل 8000 جنيه. الو 250. ايه 8000 جنيه. الدنيا تشتغل وكلك ربنا لازم اللي ياخدهم يحطيني في المكسب حتى يرضيني. ناقصين اكتر من 3000. شكلك ليبي ولا ايه؟ الوقت بتاع فوق ما كده حتى يرضيني. لا لا الله ربنا يرزقك. انا لحد ما راح اخدها معاك تعبك تتجوز عليها. الله الصبر يا جدعان. السلام عليكم. صورنا حق سيلفي بس. بكام دي يا حاج الذكر ده؟ بكام الدكر ده يا معلم؟ الكلام كتير. بكام يعني بمرض الله وجعان شويه بس؟ ايه 67. اللهم صل على النبي. وعاصر بنحاول نقول لكم كل حاجه على الطبيعه من في السوق. ايه على السوق نوتش كده؟ دخلنا في النوتش ولا لسه في النوتش؟ النتاج بكام يا عمر؟ النتاج بكام؟ 58. 5800. الصلاة على النبي. بكام حاجة الدكرين دوم؟ زي ما تقول. بمرضي الله بكام؟ زي ما تقول. عايزين بس نعرف المشاهد بكام؟ مسلوب 19 ب 19,200. صل على النبي. صورناهم همك يعني. اربع حتت على الفرازه. اللهم صل على النبي. اوعى عليك كده يا معلم وصل على النبي. يلا الاربعه مع بعض. يقول ايه؟ ذكورها. اربع ذكور اهو. اللهم صل على النبي. اهو. اربع ذكور. اصل الريف المصري. عاملين كام محل الاربعه دول يا معلم؟ بمرضي الله البيع والشراء. ب 18 ونص. بكام؟ ب 18. الحته عامله كام؟ دوت ب 82. 82 في النص ده وده؟ العالي ده. وده بكام؟ ده ب 75. 75,100. الصلاة على النبي. وده؟ وده ب 84. ب 84,100. وده؟ وده ب 82. ب 82. رقم تليفون حضرتك ايه؟ 0100. 0100. 51. 51. 63. 63. 149. 149. بالصلاة على النبي. اللهم صل على النبي. ربنا يحمل مال اصحابه. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي يا عم. امال الحتة الأوروبية دي بكام؟ 9000. ذكر بالصلاة على النبي اوروبيا جاي من بلاد بره. بص السمح ده. اللهم صل على النبي. انا عايز اكسر الكاميرا يا معلم. اللهم صل على النبي. حماده كلمته والله. انا دعات انت عمر ده صار معاه اول واحد مصر معايا. سلام على الحنين. اصل الريف المصري. اصل الريف المصري ان شاء الله. عاوز يشوفوا في التلفزيون. عاوز يشوفوا في التلفزيون. اللهم صل على النبي. يا عم اللي عايز الطيب هو مش عايز الطيب وعايز الشاقي. تكرمنا ثلاث امك معاك؟ معايا. عامل كام ترد امك بامر الله؟ ده ايه لوحديها وده لوحدها كل حاجه. يعني ده كريم وانتهي. يا ريس ده اقول لك كلمتين مفيدين. اتفضل. العجله لو وصلت 50,000 جنيه رخيص. الاكل اللي غالي. احنا عاوزين الاكل عاوزين الاكل ب 5 جنيه والعجله توصل 50,000. ربنا يهون يا حاج. المشكله في الاكل. ب 10,200. ب 10,000. عمرها قد ايه؟ عمرها يا بنت 3 اشهر. طب والدكرين دوم؟ والدكرين دوم ب 19,000. 19,000؟ ابني روح انت هتعالج الشاشة. صل على النبي. رقم تليفون حضرتك ايه؟ يا ريس
رقم تليفون حضرتك ايه؟ 010 114 12 93 68 صلى على النبي. ايوه اي حاجه تعجب المشاهد واصل معاك قدام ربنا سبحانه وتعالى. شوف دي كده معانا برضو انت هايك هنفرزها. عمرها دي حاجه دي سنه وشهرين عامله كام دي حاجه؟ ببلاش. ما بلاش يبقى غاليه ب 15100 15100 بنضحي شويه بنضحي شويه. الصلاة على النبي. عرض ببلاش عرض ببلاش عند الحاج عادل عبد المحسن السوري بيضحي ب 15100 منين يا معلم؟ من سمادون ارض اللواء. بس يا حاج بعد الدعم كده بعد الدعم تعال واشتروا سعي الطيب. تعال اكسر سلاله من عندنا يا عم الحاج. اتفرج يا باشا اكسر سلاله من عندنا. اتفرج يا باشا على النتيجه. جاموسه ب 65000 متى دي بكام؟ ببلاش. بكام؟ دي ب 13500 جنيه و 400 اوعى بس يا عم الحاج. 13500 انت بتفاصل معانا 500 جنيه و 13050 العمار هنا قد ايه؟ سنه وشويه؟ بتروح ما بين سنه وسنه وشهرين واجل. دي سنه دي اجل من سنه. الصلاة على النبي انت برضه حلوه. 14100 14100 اوريني بس وشها كده الاول. حبالك انت يا باشا. وريني وشها والله اقسم بالله ما فيها غلط. اقسم بالله ما فيها غلط. دي بكام يا معلم انت دي؟ جايب 13100 13100 اللهم صل على النبي. رقم تليفون حضرتك 0100 85 28 241 241 ياخد طبعا. اي حاجه بالضمانه وعايز ياخر الاخر دي تبعك الذكر ده؟ لا بس ثلاثة ونص يعني مش ونص والله تبعك. اه العمار سنه وكام ده؟ سنه ونص. لا ده سنه ونص سنتين شغال على بالها. اي حاجه صباح العسل. صباح الهنا. 23 و 23 ونص ونص. واللي جنبه ده تبعك برضه؟ 23 100. والتاني اشتغلت لوكا ولا ايه؟ تسمير. رقم تليفونك 0100 697 697 0 633 633 اوعى كده بس تجيب كده تجيب بس التصوير كويس. حاسب يا معلم الباب اللي عمال تسوس كده ده حاسبه بقى كده كده ايه توصل له على النبي كده. ادي البامة اللهم صل على النبي. صل على النبي. حاجات حاجات على الفرازة. تسمين انا اهو انا اهو صور البام ده ايه؟ صوره صور البام ده ايه؟ حاجات حلوه على الفرازة. صور الكوره ده منين يا غالي حضرتك؟ اشمون. احلى ناس اشمون يا باشا. اقول لك صور البام ده رايح على الحاج نصر الحافي. الصلاة على النبي. ربنا يحمي منه. عالبام البكرة ده تعالى. عالبام البكرة ده متى ولا ذكر دي؟ متى عامله كام يا حاج؟ ب 15 ونص ب 15 ونص. الصلاة على النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته للقاء القادم.